جن کا تعلق ترکی سے ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی کلمات سے تمام سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعل العلماء ورثة للانبیاء وصان دینه بوجود العلماء، ولولا العلماء لكان الدین العوبة بین ایدی الفسقة والفجرة والمتشعوذة، احمده على ما صان دينه وحفظه من كل سوء ومن كل فتنة ومن كل بدعة بوجود العلماء، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد النبي الأمي الأمين الذي قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا العبد الفقير لست أهلا للكلام، ولكن اتباعا لأمر سيد الشيخ وصيف ألقي هذه الكلمات البسيطة، وأسأل الله العظيم أن ينفع بها ويجعلني مخلصا لوجهه سبحانه وتعالى. فمن المعلوم أن العلماء ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكانوا لهم ورثة باتباعهم لهم على نهجهم. لما رأى الناس من فضل العلم والعلماء، ورأى أعداء المسلمين ما ألقوا المسلمين للعلماء من تعظيم وتكريم، فجعلوا فرقة تشبهت بالعلماء وهي في أصلها ليست منهم. قاموا بتخريب الدين. لما قاموا بتخريب الدين، فالعلماء رضي الله تعالى عنهم قاموا ضدهم واتخذوا سبلا لمحافظة الدين، كساداتنا الغزالي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا السيد أحمد الرفاعي وسيدنا علي أبي الحسن الشاذلي وأمثالهم من العلماء والفضلاء رضي الله تعالى عنهم، قاموا لحفظ هذا الدين ولصيانة المسلمين. فهذا تكرر جيلا بعد جيل، حتى أتى سيدنا وشيخنا الشيخ أحمد رضا خان رضي الله تعالى عنه، وقام بالدعوة والإرشاد ضد أعداء المسلمين الذين تسموا بالإسلام وهم منه براء. فقام رضي الله عنه وأرضاه على نهج ساداتنا الأئمة المذهب الأربعة رضي الله عنهم، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعلى قدم ساداتنا أولياء الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأمثاله من الأولياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونفعنا في الدارين بعلومهم. فأسس مدرسة بارلي شريف، وقام بنشر السنة المحمدية، وجعل عمره كله فداء للدين ولخدمة المسلمين. يعني جعل عمره كله خدمة للدين والمسلمين رضي الله تعالى عنه. فورث وعلم وأرشد ونشر رضي الله عنه، فله من التآليف ما لا تعد ولا تحصى. ومن التآليف الإنسانية من الطلاب ما لا يعد ولا يحصى عددهم، ومنهم ابنه سيدنا الشيخ مصطفى رضا خان، ومن بعده تاج الشريعة الشيخ أختر رضا خان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء السادة قاموا لهم دور عظيم، قاموا بنشر الدين على المذهب وعلى المشرب،
كما أراده صلى الله عليه وسلم بيانا لقول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رحم الله خلفائي وهؤلاء السادة كلهم من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا بالمحبة وبالمودة للمسلمين شفقة عليهم ومخافة على تضييع الدين، خافوا من المتشعوذين ومن المبتدعين الذين أرادوا أن يدخلوا في الدين ما ليس منه كتشريك المسلمين وتكفيرهم وتبديعهم إلى آخره. فنشروا العلم وقاموا بخدمة الدين. فأنا العبد الفقير إلى الله ما رأيت سيدنا الشيخ أخت رضا خان ولا اجتمعت به، ولكن رأيت تلامذه ورأيت طلابه ورأيت مدرسته في الهند، وزرت قبره الشريف رحمة الله عليه رحمة واسعة، ورأيت من بعده ما ترك من العلماء الذين يجتمعون كل يوم لممارسة الدين ولممارسة العلوم ولتعليم الطلاب والمدارس. الحمد لله الذي أسسها رحمه الله منشورة في القارة الهندية، والهند من المعلوم فيها من الأديان ما لا يعلم عددها إلا الله. ولولا هؤلاء السادة بجهدهم وصلابتهم وغيرتهم على محافظة الدين ربما كان الدين في الهند باسم الدين لكن بعيدا عن أصله. اللهم لك الحمد على ما جعلت هؤلاء العلماء في هذه الأمة، وجعلتهم حريصين على حفظ دينك. فسيدنا الشيخ أختر رضا خان ربما يقول قائل كان رجلا شديدا، نعم يجب أن يكون رجلا شديدا، لأن الله سبحانه وتعالى وصف علماءه وخادمين دينه بقوله سبحانه وتعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ونحن العبد الفقير لله ما رأيته بذاته، ولكن رأيت طلابه كيف يقومون في الركوع والسجود والأدب والتعظيم لله سبحانه وتعالى والمحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتباع له عليه الصلاة والسلام. تراهم عيونهم مملوءة بالعبرة لما يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، تراهم كأنهم رأوه رأي العين من شدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا من تربية المرشد المربي وهو الشيخ أختر رضا خان رحمة الله عليه رحمة واسعة وعلى آبائه وأجداده. فأنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يديم النفع والبركة في مدرسة بارلي الشريف وفي طلاب سيد أختر رضا خان وفي جماعته وأحبابه ومريديه ومحبيه، وأسأله أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أقول، وأرجو الاعتذار من هذا الكلام، أنا لست أهلا للكلام، ولكن كما ذكرت ابتغاء اتباعا لأمر سيدي وصيف حفظه الله.